طيب ياسين هيكل، قول لي ياسين هيكل، احنا كنا اخذنا السيمبيوزس، السيمبيوزس دي كم تايب؟ 3. ايه هما؟ الباراسيت وكومونسالزم والميوتشالزم. بارازيتزم اسمها بارازيتزم. اوكي طيب قول لي يا اياد، اياد سامي، بارازيتزم دي كانت فود ريليشن شيب بتوين تو ليفينج اورجانيزمز، وان اوف ذم از هارت، مش كده مستر؟ انا ينفع اقول؟ تمام يا جمانة، تمام يا ملك، مستر احمد السيد، لا يا احمد يا سيد، ذا هارمد يا احمد يا سيد، ذا هارمد، لا تمام يا احمد كده تمام. عمر مطاوع قول لي هوست، هوست، هوست يا اياد يا سامي، اياد يا سامي، معلش يا مستر انا كنت بتلخبط بين هارمد و، بص يا احمد ما تتلخبطش، اصل خد بالك هارمد هوست اتش اتش يا احمد، اتش اتش هارمد هوست، اوكي اظن مش هتلخبطك تاني دي، هارمد هوست تمام. لكن يا فارس، the living organism which gets benefit اسمه ايه؟ كومنزاليزم. لا يا فارس انت كده مش معانا خالص، انا بسألك على living organism وسيادتك بتقول لي food relationship، the living organism which gets benefit in parasitism، في البارازيتزم اللي gets benefit اسمه ايه؟ انا جاوبت لحضرتك في الشات. تمام يا احمد، تمام يا احمد مظبوط. ينفع اقول؟ ينفع اقول؟ قول يا سلمى. اللي هم الاثنين دول اكستنال. لا انا بتكلم عن الليفنج اورجانيزم ووتش جيتس بنفيت. المره اللي فاتت لما جبت انا انا جاوبت في الشات انا وجودي، انا كنت از هارمد فكنت اسمي ايه، وهي كانت بجيتس بنفيت، كان اسمها ايه؟ اسم بارازايت يا مستر. بارازايت، it's a parasite. So the parasitism is a relationship between two living organisms. One of them is hermit, which is called host, hermit host. And the other one gets benefit and it's known as parasite. Parasite من اسم relationship نفسها. Parasite والrelation اسمها parasitism، يبقى هو اسمه parasite. تمام؟ طيب. محمود يا سعد، ياسين قال ان في ريليشن شيب اسمها كومنزاليزم، وفي الكومنزاليزم ده كان اعتقد ان في one of them gets benefit and the other neither gets benefit nor is harmed. Can you give an example for this relation? Beans. لا الاسبونج يا مستر، الاسبونج. Sponge and what? It's a relationship between two living organisms. Sponge and tiny. Yeah. Tiny what? Tiny aquatic. Tiny aquatic organisms. Living organisms. Okay. So. مستر أنا لا إله. Hello خديجة. Can you tell me Can you tell me about the mutualism? An example for mutualism. Mutualism. Tree plants and bacteria. And nodular bacteria. And nodular bacteria. Excellent, excellent, Khadija. So, the mutualism is a relationship between leguminous plants, and the nodular bacteria. طيب، بصوا أولاد، مبدئياً كده عشان نبقى واضحين. أنا كنت قلت في بداية ما بدأنا الليسن ده إن الليسن ده بتاع مذاكرة، صح؟ قلت إن أنت هتبقى قاعد في الحصة هنا فرحان وجميل ومستمتع والحصة لذيذة، لكن لو ما ذاكرتش ولا كأنك حضرت الحصة أصلا، لأن سيادتك مطالب تبقى عارف يعني إيه ميتشاليزم ويعني إيه كومنزاليزم ويعني إيه بارازيتيزم والإكزامبلز بتاعتهم وكل الحاجات دي مذاكرة، مذاكرتك وحفظك. لو ما عملتش ده هيبقى عندك مشكلة كبيرة. طبعا النهاردة نزل جدول الامتحانات. تمام، فده جدول الامتحانات حضرتك، مش جدول برنامج رحلة ترفيهية طالعها سيادتك، يعني معناه ان انت تبدأ تلتزم وتذاكر، مش كده ولا ايه؟ ايوه. في حد هنا من برا بورسعيد؟ انا يا مستر، انا سلم.
أي سلمى؟ أنا سلمى. يا سلمى أنت الجدول بتاعكم نزل ولا لسه؟ لا نزل. طب ابعته لي يا سلمى عشان أبقى عارف ميعاد امتحانك. حاضر. ماشي؟ طيب نجرب. هنبدأ نتكلم النهاردة عن the third type relationship in symbiosis which is parasitism. والمرة اللي فاتت لما تكلمنا عن البارازيتيزم يا أولاد قلنا إن البارازيتيزم عبارة عن كم تايب؟ two types. إيه هما؟ external parasitism وinternal parasitism. خد بالك. لا خد بالك بقى لأن أنت عندك هنا ده question بيجي لك في الامتحان يقول لك types of parasitisms، فهتبقى تقول له ده في عندي external and internal parasitism. حلو. مرة فاتت بدأنا نتكلم عن الاكسترنال وقلنا في الاكسترنال بيبقى عندي البارازايت lives externally. lives ايه؟ externally يعني external. يعني on the body من بره كده على الجسم من بره. externally on the host body and feeds by sucking the blood of the host. والحد هنا وقفنا صح؟ حلو. جميل جدا. ركز بقى معايا لانه this type of parasitism and this type of parasites you know them. انتوا عارفين اكيد ان في parasites بتعمل كده، مش عارفين حاجات بتعمل sucking blood حواليكم، بتقف على جسمكم وبتعمل sucking blood. ها give an example. Bugs. Mosquitoes. What? Bugs. طيب لو سمحت بقى انا هقول لك الاكزامبلز. في طبعا عارفين في حاجات بالعربي انتوا عارفينها، ممكن تكون مش عارفين قصادها ايه بالانجلش. يعني الامل مثلا اللي هو لايس، البراغيث اللي هي فليز، كل دي من الحاجات اللي suck blood، بتمتص الدم بتاعك externally من الخارج. هل هنتعرف لسه اكتر عليهم؟ يعني هنتعرف على examples عليهم، ولكن انا يهمني هنا حاجة مهمة جدا لازم تعرفها. ايه هي؟ لما احنا بنيجي نتكلم عن البارازايتس انت بتحس ان انت متضايق صح؟ هما حاجة مضايقة، يعني حاجة بتضايقك البارازايتس دي. ممكن ناس تقول لي ايه بقى؟ طب يا مستر البارازايتس دي يا مستر، طب يعني هتعمل ايه؟ ما هي لازم تتغذى صح؟ مش دي حاجات ربنا خلقها ومحتاجه تتغذى؟ وانت المره اللي فاتت قلت لنا يا مستر ان هي ما عندهاش دايجستيف سيستم وبالتالي محتاجه جيت فود باي ذس واي، بالطريقه دي. يعني هنعمل لهم ايه؟ سيبهم. وبعدين يعني هم شويه البراد اللي هياخدوهم منك دول، هم دول اللي هياثروا عليك وهيجوعوك. في ناس هتقول لك يعني سيبهم يا عم، سيبهم بيتغذوا، هنعمل ايه يعني؟ بص، هو المشكله حقيقي مش يعني المشكله مش بس في ان هم جيت فود، المشكله ان هم كونفي ديسيز. بيعملوا ايه؟ كونفي ديسيز. ما هو معلش، هي الموسكيتو اللي جت وقفت على ايدك دلوقتي وعملت ساكنج للبلاد بتاعك، هل سيادتك الجزء اللي دخلته في جسمك ده تعرف هو كان في جسم مين قبل ما يجيلك؟ لا. بتعرف هو كان عنده فيروس ايه او مرض ايه؟ لا. طب ما هي مش ممكن تعمل كونفي ديزيز؟ مش ممكن تنقل المرض ده؟ مش ممكن تعمل انفكشن، تعمل عدوى؟ فدي خطوره كبيره جدا ممكن تسببها الاكسترنال بارازايتس. تمام، فدي حاجه مهمه جدا لازم تحطها في اعتبارك عن الاكسترنال بارازايتس. تعالوا بقى نتعرف عليهم مع بعض. بعد ما عرفنا ان هم كونفي ديسيز، في عندك هنا قال لك ايه بقى؟ a parasite convey disease to the host. الاكزامبلز انتوا قلتوا mosquitoes وقلتوا لايس اللي هو الامل، وفليز اللي هي البراغيت، وباجز. الباجز اهي يا اولاد، الباجز اهي، ده شكل الباجز. وفي حاجه اسمها تيكس، عارفين ايه هي التيكس يا اولاد؟ لا. التيكس ده هو بيقولوا عليه القراد، بيقولوا عليه القراد بالعربي، بنقول عليه القراد. ايه بقى هو شكله عامل ازاي؟
بصوا كده انا هوريكم الكرات ده، هوري لك فيديو دلوقتي بيوريك الكرات ده. هو فيديو يعني يعني غريب شويه، لانه هو احنا جايبينه موجود جوه ودان بني ادم، وده كان بيعمل عمليه على فكره عشان يشيله، لان كان عامل ازمه كبيره جدا. بص كده اهو، ده شكله جوه الودان زي ما انت شايف كده، بيبقى شكله لحد ما تحس ان هو ملتصق تماما بالجلد زي ما انت شايف. بص كده علشان يعمل سكنج للبلد. بصوا كده، بس هو مات طبعا جوه ودانه، وعامل ازمه كبيره جدا في الودان ومحتاجين ان هو يتشال. فدي كانت عمليه بيشيلوا بيها ذا تك. شفتوا شكله؟ تمام. طيب هنكتفي بكده، عشان طبعا وهو بيتشال بيبقى بيعمل نزيف، مش عايزكم تشوفوه. ده ذا تك شفناه. طيب خد بالك بقى ان البارستيزم مش مقتصر بس على حوالينا كده اون ذا لاند في على الارض هنا على لا، في ان ووتر كمان، في ان ووتر ليفينج اورجانيزمز فيد باي بارازيتيزم. فهتلاقي عندك حاجه اسمها جولس لامبري، جولس لامبري دي فش، دي از فش. وجولس، كلمه جولس يا اولاد، جو يعني فك زي ما احنا عارفين، فك بتاع الاسنان ده، ولكن لما نحط جنبه لس يعني من غير فكوك، من ملوش فك. طبعا انت لما بتشوف السمكه حبيبي، لما بتشوف السمكه العاديه، السمكه بيكون لها بق كده باين صح، بيكون لها فكين كده باينين. لكن هنا بص، شايف الفيش دي؟ شايف دي ده الماوث بتاعها، شوف عامل ازاي، غريب مش كده؟ ده جولس ملوش فكوك، ده بتقوم فتحها كده يا اولاد، وشايف الاجزاء دي بتغرزها في the body of the fish and suck its blood. وعايز اقول لكم بقى ان هي بتبقى بصراحه يعني بشعه جدا، يعني بتبقى بشعه جدا وقويه جدا. يعني لو جيت تبص معايا دلوقتي كده على شكل سمكه، طبعا احنا عارفين اصلا كده كده ان الاكسترنال بارازايتس لما بتيجي على جسمك وتعمل ساكنج للبلاد منك، ايدك بتتورم مثلا، بتحمر كده، بيبقى في مكانها اثر صح. نفس القصه هنا. بص كده، ده كده سمكه كان اجت عليها جولس لامبري، شوف ثابت اثر عليها عامل ازاي. اكنها اكلت حتى منها، عملت ساكنج للبلاد بالشكل البشع اللي انتوا شايفينه دوت، بيبقى صعب جدا هي. فالمهم عندي دلوقتي انك لازم تكون عارف الاكزامبلز فور ذا اكسترنال بارازايتس. اوكي سهلين. مستر هي دي بتعمل ايه؟ تعمل ايه للفش بس يعني للسمك بس؟ ما هي عايشه في الووتر، هتعمل لمين؟ دي عايشه في الووتر، دي فش وعايشه في الووتر، اسمها لامبري. اوكي يبقى موسكيتوز، لايس، فليز، bugs, ticks, jollis lambri, all of these are types of external parasites. حلو. مهم جدا تعرف كلمة convey اللي هي ينقل الأمراض، مهم جدا كلمة زي دي، لو انت مش عارفها هتحتاج انك تذاكرها كويس. و sucking اللي هو امتصاص الدم، برضو من الكلمات المهمة جدا لازم تكون عارفها كويس وانت بتذاكر. طبعا في كلمات تانية كتير موجودة، لكن انا بقول اللي انت مش عارف معناه تقدر ترجع له وتحفظه كويس عشان تكون تمام. تعال بقى اتكلم معاك عن الانترنال بارازايتس. الانترنال بارازايتس ليها فكر مختلف تماما. ايه الفكر بتاعها؟ تقول لك لا 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 الانترنال بارازايتس تحس كده ان هي لها مزاج عالي شويه. ازاي؟ تقول لك ايه، انا مش هبقى زي الاكسترنال، انا مش عبيطه، الاكسترنال دي بتفضل تستنى لما الهوست بتاعها ما هو فيد اند دايجست فود
and then the food is distributed بيتوزع all over the body through the blood وفي الاخر هي تقوم نازلة على مين؟ اخده شوية الايه؟ البلد اللي جواهم الفود تمام؟ فتقول لك لا ده دي بتستنى كتير وبعدين بتاخد اللي بيجي لها هي ورزقها يعني بتعمل بتسحب البلد كده وهي ورزقها مش كده؟ ايوه وبعدين ممكن الهوست يقوم خبطها خبطه كده موتها لا لا كده معرضه للخطر لا لا انا اعمل ايه بقى انا ادخل جوه انا كل جوه ادخل فين جوه ادخل له جوه تقوم داخل له فين في السمول انتستين ان ذا دايجستيف سيستم ان سمول انتستين وانت عارفين في السمول انتستين بيحصل دايجيشن لاول تايبس اوف فود فاكرين ولا مش فاكرين فهيبقى كل الفود دايجستد لسه بقى هيبدا يخرج يروح لمين للبلد اللي هيعمل له ديستريبيوشن صح هي بقى تعمل ايه تقول له استنى عندك لو سمحت خلصت الدايجيشن بتاعك اه خلصت ثواني بقى لو سمحت اخد الفود اللي على مزاجي اخد الفود واللي يتبقى بقى ابقى خده انت يبقى هنا دي ما بتستناش دي بتاخد منين من المصنع تقعد كده جوه السمول انتستين تاخد اللي نفسها فيه واللي يتبقى يروح للهوست شوفين اللي افترى ها لا وبعدين بتنقل اللي هي عايزاه يعني براحتها تمام يبقى في الحاله دي لو سمحت في الحاله دي the internal parasite don't feed by sucking blood لا مش عايزه blood هي بتعمل ايه share the host its food او its digested food فهمنا حلو وطبعا وطبعا اكيد اكيد انت عارف كويس قوي ان الحاج ان اللي بيعملوا كده هم الورمز ايه الورمز يا مستر ها ايه الورمز الديدان الديدان اللي بتكون في جوه الجسم هي الديدان صح وورمز فدي من الانترنال بارازايتس فتلاقي بقى الشخص اللي عنده انترنال بارازايتس تلاقيه بقى ياكل يجوع ياكل يجوع لانه هو ما بياكلش لنفسه صح ده هو بياكل اللي هم بياكلوا قبل منه والباقي بيبقى له مش كده فبالتالي الفود اللي بياخده ما بياخدوش ليه هو كله في ناس تانية او في بارازايتس موجودة بتخلص على الفود وكل مدى مع عددهم بيزيد مش كده فتلاقي الشخص اللي بياكل كتير جدا يدوب لسه اكل ويجوع بسرعة ومش باين عليه في نفس الوقت ورفيع ده بتشك على طول ان هو عنده بارازايتس عنده وورمز خلاص مستر طب هي بتدخل منين لا لا حتى تدخل منين ديت في منها طرق كتير ممكن عن طريق الجلد ممكن عن طريق الفود ممكن عن طريق الووتر زي ما تدخل يعني نعم البارازايتس هي اللي جيفز بنفيت والهوست هو الهارمد اه طبعا تمام طيب شايفين بقى النوع اللي انا بقول لك عليه دوت اللي هو شير ذا فود بياخد الفود اللي هو عايزه الاول والباقي يبقى ليك اه يعني رغم ان هو نوع بشع كده وبيخلص على الاكل بتاعك بس ده ارحم من النوع التاني في انترنال بارازايت يقول لك لا حلال عليك يا عم الفود بتاعك حلال عليك براحتك كل براحتك وتهنى بالاكل اللي تاكله ربنا يخليك اما انت هتتغذى على ايه لا يا حبيبي انا هتغذى على السيلز بتاعتك انت يا نهارك ابيض هتاكلني من جوه اه اكلك من جوه وده نوع بشع بقى لان ده feed on your cells and your tissues الخلايا والانسجه بتاعه جسمك انت بيبدا يتغذى عليها من جوه جسمك وبالتالي بيسبب لك مع الوقت نزيف وبينزل دم من جسمك وزي ما زي بالهارسيا وارم في بالهارسيا وارم يا اولاد دوت بالهارسيا ودي اللي سببت وفاه عبد الحليم حافظ عارفين عبد الحليم حافظ اللي هو المطرب ده مات بسبب دوت بالهارسيا ديت فدي من ال الانترنال بارازايتس which feed on the host tissues بتاكل التيشوز بتاعت الهوست طيب تعال بقى نتعرف على ده في الكتاب ونشوف هنذاكره ازاي
عندك اهوت ذا بارازايتس بيدخلوا على طريق الجلد انترنال بارازيتزم اه بيدخلوا عن طريق الجلد ممكن اه بالهرزة والم دي بتدخل عن طريق الجلد على فكرة. In the type of parasitism, it's in this type of parasitism, the parasite lives ايه؟ externally ولا internally؟ Internally. Inside the house body and shares, and shares اللي انا معلم عليه عندي هنا يبقى متعلم عندك زيه بالظبط. And shares the host. حبيبي اسمعني للآخر. And shares the host. It's digested food or feeds on its cells and tissues. الحاجتين اهو يا اما shares the hosts its digested food or feeds on its cells and tissues. يا كده يا كده تمام. ده الانترنالي. وزي ما قلت لك هيبقى كلهم دايما ايه worms. فلو جيت تشوف الاكزامبلز بالهاريزيا worm, scarce worm, tape worm, فيلاريا وورم ليفر وورم كلهم وورمز. انا عايز الاكزامبلز اللي تحت دي. عندك التيب وورم والسكارس وورم والهارزيا وورم كفايه قوي. يعني من الحاجات اللي فوق حبيبي يعني ما فهمش مشكله. يعني ليفر وورم فيلاريا وورم يعني المهم عندي ما تحفظش اقل من ثلاثة يعني. طيب بص بقى مش انا اتفقت معاك من شويه ان البارازايتس دول مشكلتهم غير ان هم شير يور فود ان هم كونفي ديسيز من امراض. فمشكله البارازيتيزم مش بس ان هي جيتس فود فروم ذا هوست, لا هم كمان كوزز ديسيز. فانت مطلوب منك او اللي هناخده او اللي عليه الدور في يعني في الدرس ناخده انك تعرف البارازايت وتعرف الديسيز اللي بيسببه. تمام هناخد 4 بارازايت and 4 ديسيز مين بيسبب ايه. ماشي كده المشكله ديت. تعالوا نشوف نتعرف البارازايت اللي عندنا والديسيزز اللي ات كوزز. بص يا سيدي عندك هنا قال لك بارازايت كوز ماني ديسيز تو مان such as number 1 فيلاريا وورم. فيلاريا دي بارازايت. يا ترى بيعمل ايه بقى الفيلاريا وورم ديت؟ قال لك causes elephantsies disease. يعني ايه elephantsies؟ elephantsies يا مستر اللي هو ده الفيل؟ اسمه كده مرض الفيل. اشمعنى يا مستر يسموه كده؟ بص كده على الراجل ده الفيل شبه رجل الفيل. بتضخم جدا تمام. يبقى فيلاريا وورم causes ايه؟ elephantsies disease. اوكي طيب بس يا مستر انا والله يا مستر يعني ممكن انساها بصراحه. ممكن انسى مين اللي كوزس اليفانسيز دي. انا شايفها قدامك دلوقتي لكن لما هاجي اذاكرها او بعدك شويه ممكن انساها. طب انا هقول لك على حاجه عشان ما تنساهاش. لا اول ثلاث حروف الفيل الفيل اسمها ايه؟ فيل. طب اليفانسيز يعني ايه؟ فيل بس كده. يبقى elephantsies فيلاريا وورم. اوكي خلاص سهله. انساها يبقى بتقول لبعض لو سمحت. بتقول لبعض لو سمحت كده. نمبر 1 فيها مشكله. عرفنا فيلاريا وورم causes elephantsies خلاص. فيلاريا وورم اولها فيل يبقى elephantsies خلاص يا حبيبي. لما بتتسال في الاسئله ديت بيجي لك يقول لك فيلاريا وورم causes space فهتكتب elephantsies. طيب space causes elephantsies فهتكتب فيلاريا وورم. انا مش عايز كل الكلام, انا عايزك تعرف الاثنين دول بس وتربطهم ببعض. ممكن ماشي اوكي. نرجع على نمبر 2. نمبر 2 قال لك عندك some types of mosquitoes infect man with malaria. يبقى الموسكيتوز بتعمل ايه؟ ها؟ مالاريا. والملاريا ده يا اولاد مرض موجود في منتشر في الاماكن الحاره في افريقيا. وبتنقله سام تايبس اوف موسكيتوز. وعشان انا اربط موسكيتوز بملاريا سهله جدا. اوكي موسكيتوز ملاريا. يبقى دي نمبر 2 دي فيها مشكله؟ لا. يبقى مين كوزس ملاريا؟ لا مسكيتوز. طب مسكيتوز causes one ملاريا. اوكي نيجي بقى لنمبر 3 fleas.
الفليز اللي هي البراغيث يا اولاد تمام. ونمبر 3 ديت هي اكتر واحده في دول محتاج ان انت تركز فيها لو سمحت ماشي. ليه؟ فيها كلمه جديده. ايه الكلمه الجديده؟ كلمه بليج. كلمه بليج. بليج يا اولاد يعني الطاعون. ايه الطاعون ده؟ الطاعون الطاعون المقصود به المرض المنتشر. يعني في مرض منتشر في منطقه معينه مثلا قريه المرض منتشر فيها، فاقول البلد دي فيها ايه؟ فيها طاعون. مين بقى اللي بينقل الطاعون ده؟ الفليز. الفليز قلنا الفليز ده اللي هي مين؟ البراغيث. طبعا البراغيث دي حاجه رخمه جدا جدا، يعني لانك انت مش من السهل انك تتخلص منها وبتبقى موجوده دايما في المناطق الريفيه. فليز يعني ايه؟ فليز البراغيث. البراغيث مستر ينفع تيجي للانسان عشان كل شويه يقعد يهرش؟ بص يا حبيبي، انا دلوقتي البراغيث ديت اذا وجد مرض هي بتنقله يبقى هي كده كونفي بليك مسببه الطاعون في وسط الناس اللي هي بتتنقل من وسطهم تمام. لكن لو ما فيش مرض خلاص. ايه بيجي من ايه؟ ايه ده المرض ده يا حبيبتي؟ البليك ده ممكن يبقى اي مرض، اي مرض مش مرض معين. البليك ده طاعون. طاعون يعني ايه؟ يعني ان المرض منتشر في وسط ما بين الناس. زي كورونا؟ زي مثلا الكورونا؟ زي مثلا زي فيروس سي مثلا. فيروس سي مثلا ده كان منتشر جدا في مصر، فده نقدر نعتبره طاعون. وممكن تكون الفليز دي بتسبب في انتقاله لانه بينتقل عن طريق الدم تمام. فبتيجي الفليز دي تاخد من شخص مريض وتروح لشخص تاني سليم، ففي الحاله دي بتنقل من غير ما حد يحس. تروح تكشف يقول لك انت عندك فيروس سي. طب جالك منين؟ ممكن يكون من برغوت وانت ما تعرفش، تتخيل؟ فهو عشان كده قلنا ان هو كوز ايه او كون في ايه؟ بليك. عرفت ايه هو البليك؟ البليك ده مش مرض معين، هو عموما انتشار المرض نفسه ده الطاعون. خلاص. طيب بالهارزيا وورم كوز بالهارزيا ديزيز، ده سهل جدا لانه من اسمه بالهارزيا بالهارزيسيس تمام. ايه مشكله في الاربعه دول يا اولاد؟ لا بس مستر نمبر 5. لا نمبر 5 مش معانا. نمبر 5 مش معانا خلاص. نمبر 5 مش معانا. رقم 4 بالهارزيا وورم كوز بالهارزيا ديزيز مستر، يعني طب. برضو ممكن نعرف نمبر 5 عادي؟ لا يا حبيبتي بقى مش مطلوبه منك. اللي انا عايزه بقى دلوقتي في حاجه هي مش فارقه، مش هتفرق معاكوا في منهجكوا حاجه تمام، مش فارقه في المنهج نفسه، لكن انا بحبك تستوعب او تكون فاهم. ففي حاجه عايز اقول لك عليها لو سمحت ممكن، وفي نفس الوقت هديلكم مساحه انكم تفكروا. انا بحبكم تشغلوا مخكم معايا. اوكي جاهزين؟ تمام. ليتس ستارت. نشوف بقى مين الناس اللي بتفكر معانا. بص يا اولاد، طبعا هنا في عندك كلمه انفكت. انفكت يعني يعدي صح؟ انفكت معناها يعدي. وكونفي يعني ينقل برضو يعني يعدي، ما بين المرض يعني بيعدي. ده لقيناها فين؟ في 2 وفي 3 صح؟ طيب بص كده في 1 وفي 4 مش هتلاقي الكلمتين دول، هتلاقي كلمة ايه؟ كوز يعني يسبب صح؟ كوز. طب ليه هنا اخترنا استخدمنا كلمة كوز وهنا استخدمنا كلمة كوز وهنا استخدمنا انفكت وكونفي؟ مستر ينفع لكل واحد قال رأيه؟ ريز هاندز بس الأول، اللي يعرف ريز هاندز أو اللي عنده أنسر ريز هاندز. مستر أنا محبش من أول ما هو الحفظ ده بس. حفظ ايه؟ مستر يكون في يعني ياضي؟ مستر هم دول المفروض يتحفظوا؟ طيب محمود سعد؟ مستر عشان الفيلاريا وورم اسمه ده بتتعب الواحد عشان الفيلاريا. مستر انا مش عارف انطق الكلمه دي. الفانسيز. الفانسيز ديسيز. وفي سام تايبس اوف موسكيتوز بتخلي الراجل يبقى عنده ماليريا. ايوه مش فاهم برضو يعني ايه الفرق بين الاثنين.
ان دي بتخلي الراجل عنده حاجة فيها من راجل، من راجل كان عنده حاجة من راجل سليم، اسمه ده من راجل كان عنده حاجة الى راجل سليم بتخليه تعبان. حلو. واسمه ده وليس برضو نفس الكلام. تمام. ولا لكن في 1 و4 ايه اللي حصل؟ في 1 و4 اسمه ده التعب ده ادى الى في 1 الفانتسيز ديسز و4 بالهارزي زياسس. انت تقصد يا محمود ان في 1 و4 البرازايت نفسه هو السبب صح؟ عشان كده جاب منه كلمه ايه؟ كوز. هو السبب، هو اللي سبب كده. تمام؟ تحصل. لكن هنا هم دول مش السبب، هم كل اللي عملوه ان هم نقلوا صح؟ ايوه انا قصدي كده. تمام. ايوه. في حاجه تانية هتلاقي 1 و4 انترنال صح؟ لان هما ما بيسيبوش المكان، ما بيسيبوش الهوست، هما جواه. فهيقولوا له ازاي؟ هما كده كده جواه. لكن ال 2 و 3 دول اكسترنال، فبيروح من واحد لواحد صح؟ عشان كده سهل ان هما يعملوا انفكشن اند كونفي ديزيز. فهمنا الحته دي يا اولاد؟ فهمت؟ عشان 2 و 3، عشان 2 و 3 بيعدي و 1 و 4 بيسبب. تمام. تعالى بقى شوف، عايز اقول لك على حاجه. رغم ان البرازايتس هارم ذا هوست وبيؤذوه وبيضايقوه وبياكلوا اكله وبيدمروه، بس من جواهم بيقول يا رب خليهولنا يا رب واحفظه، يا رب ما يموت، ناكل منه يا رب، يا رب ما نشوف فيه حاجه وحشه ابدا. ايه ده؟ عشان مصلحتهم يا مستر. يا مستر، هو لو مات هيحصل لهم حاجه؟ لا هيموتوا معاه. ما هو ده اللي مأكلنا صح؟ ايوه مش هيلاقوا ياكلوا تاني. ده بابا ده صح؟ حلو. يبقى لا، ده احنا عايزينه، يعني احنا ممكن نقعد نأذيه ونخليه ضعيف وكل حاجه بس ما يموتش. تمام؟ ذا ديث اوف ذا هوست is a big loss for parasites. ده big loss، ده خسارة كبيرة للبرازايت، لأنه ساعتها ده هو الفود، ده the source of food and the shelter، والمأوى بتاعنا أو المسكن بتاعنا في الحالة دي نروح فين؟ وبالتالي ده يمثل لهم loss. عندك give reason تحت خالص أهوت، بيقول لك the death، ثواني، the death of the host is considered a loss to parasite because parasite will lose its source of food and shelter. Okay ولاد؟ Okay. Okay مستر. طيب. مستر give reason اللي في ايه ما اتحفظ؟ لا، اللي احنا اخدناه ده مهم جدا، يتذاكر. الحصه الجايه كلها اسئله، هسال كتير، واللي مش هيجاوب هيكون شكله وحش جدا جدا وهو بيتهزق يعني، فيا ريت بلاش. خلاص يا حلوين، نذاكر عشان ما عادش عندنا وقت ولازم نخلص الدرس ده واحنا تمام جدا فيه. مستر اشوفكم على خير الحصه الجايه، ما عادش وقت للكلام. باي باي. مع السلامه.